we can get started. Don't stop what you can't finish. رجعنا سوا من بعد الإعلان وهلا آخر إنجاز. آخر إنجاز مكمل معنا برعاية بنك أوف بيروت. اليوم معنا شاب عمره بس 19 سنة إنما إنجازاته كتار. التفاصيل مع المنجز إلي كلب. مساء الخير إلي. أهلا وسهلا فيك إلي. أنت منجز جديد عمرك 19 سنة صح. والإنجاز تبعك هلا إنجاز بلشت أنا بعمر 15 سنة شاركت بمسابقة اسمها الإيو Model United Nations. نعم. يلي هي المسابقة إنه كل تلميذ له حق يمثل بلد معين، وانتم بتعرفوا بالامم المتحده بيكون في كوميتيز يعني المجلس الامن والامان العامه، وبكل كوميتي بيكون في موضوع عم ينطرح. التلميذ هدف التلميذ انه يعمل ريسيرش، مثلا اذا كنا عم نحكي عن موضوع النووي يعمل ريسيرش عن البلد، شو راي البلد اللي عم بيمثله، ويصير في نيغوشيشن وديبات على هذا الموضوع. اشتركت انا بهذه المسابقه، اول مره ما حلفني الحظ للاسف، بس انا بامن انه there's no success without failure. فت على جوجل، فت هيك بدي كفي طموحي لبعيد يعني الجول تبعي. فت على جوجل عملت ريسيرش على كونفرنس، فت على الويب سايت على جوجل، مش ده كده رح يقول لك فت على جوجل بعدين اتقلنا على ابل طلع في جوجل عملت ستيف جوبز من الاول لو من الاخر ما راح ضيع وقت. عم بعمل ريسيرش على جوجل كرمال تفوت على انترناشونال كونفرنس كافي، لقيت انترناشونال كونفرنس لبنان بعد مش مشترك فيه اسمه الورد سكولرز كاب. فت عملت ساين اب، وكان وقتها بالصين رح المسابقه رح تكون، كان وقتها عمري 16 سنه. رحت عم ماما على الاوضه قلت لها ماما انا رايح على الصين، قلت لي روح حبيبي نام وحطت ايد على حالك. برافو عليك، انتبه يعني على 16 سنه عم بيقول لامه. قلت لها انا رايح على الصين وحاربح، وهيك صار. صاحب الشركه اللي هو اللي عامل المسابقه اللي فيها اكثر من 1000 تلميذ و30 دوله مشتركه، ما بيعرف شو كان الموضوع وقتها. كان هو ديبيت يعني عشو. تقريبا كان وقتها هو مش ديبيت مثل مواضيع سياسيه مثل الامم المتحده، هو ديبيت اكثر انساني او اجتماعي. كان وقتها نحن عم نعمل ديبيت ضد الصين على موضوع حقوق المراه بالشرق الاوسط. صاحب الشركه ما كان يعرف وانت حقوقها كثير كبار بلبنان بقى عرفت كيف ما هيك ما هيك تحكي بالموضوع. نعم محترمينها كثير للاسف. نعم فما كان يعرف صاحب الشركة لبنان، عزمته على لبنان، عرفته على لبنان. كان بما انه بالصين عملوا مثله صار في كذا لبنان عملوا بروتوتيب صغير. نعم منيح. فاجا عرفته على الاهل، عرفته على المدرسة اللي تبنت، حتى كنت وقتها بالمدرسة تبنت المشروع، ورحت على الصين انا. اي مدرسة كانت؟ الويزة. الويزة. فرحنا على الصين عملنا ديبيت وربحنا، جينا ربحانين. بعدنا بسنة 2011 يعني كان وقت بين 16-17 سنة، عينتني الشركة اللي عملت المسابقة ممثل لها بلبنان، وهون أنا بلشت أطور حالي بالpublic speaking وبالديبيت والpersuasion. أنت أكيد عمرك 19 سنة؟ اللي رح تكون ميدياتور أو رايح ديبيت أنت حتكون؟ لا أنا مونيتور، لأنه في عدة جماعات رايحين وفي حوالي 25 تلميذ رايح، فالمونيتور هونيك ورح يعني عم نساعدهم بالفيزا وبالتيكت، وهونيك رح يكون معهم يعني during the conference نعمل لهم كل شيء. معك خبر فيك تعمل تريننج إنك تكون ميدياتور، تكون دائما بين أفريقاء بديبيت، ويعني تكون أنت الوسيط في تريننج لهالشيء. انا ما ولا مره عامل ما عندي فكره بهذا الموضوع. ميرسي انك انت قلتي لي هذا الموضوع. هذا اذا ما صار بكره رولا 5 دولار لك بحكي منيح رولا قريتها بالوسيط تعرف انه في لازم تعمل مستشار لجامعه الخارجيه عن جد، لانه بيقولوا بيحكوا بالناس المستشارين. انت بتصور بعمرك يعني وبتفهم بكل هالقصص، وفي اهيا من هيك، في قدم على الخارجيه ويصير يوما ما انصل وسفير و... بس هيك نشوف اول شيء شو عم تدرس الي. انا علاقات دبلوماسيه دوليه. خلص خلص هيدي خلص هيدي جبتها خلص جبتها عيني حاطط عيني مليك كثير. بهني كثير انا على الطموح تبعولك وبدي شجعك، فقد ما فينا مع بنك بيروت يشجعوك. ميرسي بعطيك صوتي لكن ثامز اب او لا ثامز اب رولا انا كمان اكيد
ميرسي راشد بحسلة. لو كان عمرك 40 سنة كنت بقول واو، هلا شو بدي اقول عمرك 19 سوبر واو. قول واو في العكس. واو واو ياسر رامي انا ام امبرست، برافو ويل دان. انت اتبعت المثل بيقول سكسس دازنت كم تو اس وي ماست جو تو ات. اوه ايوه كبيره كبيره. انت نازله ابلكيشن يعني كوتس؟ لا طلعت معي بس ابلكيشن اسمها من الاخر، تعليق من الاخر. لا لا بكل صراحه طموحك يعني مثابرتك للطموح هي اقوى من الانجاز بحد ذاته، وطريقتك بالنسبه لعمرك بالتعبير والشرح تستاهل. ميرسي. وانا من الاخر احلى برنامج عندي. لا بترد عليك يا لكن انا اكيد بقى بيروت رح تفتح لك حساب ورح نحولك على حساب مبلغ لكان $3,000 لانه طلع لك 6 ثامز اب. الف مبروك لك الي. $3,000 هي هديه رمزيه زي ما بنقول هذا الشيء، بس احنا الهديه الكبيره ونحن بننبسط فيه هو انه تكون موجود معنا الليله، لانه انت اليوم منجز من المنجزين اللبنانيه الشباب، وانت كمان بتعطي بركه نوع من الدعم لكل شاب عنده موهبه عنده افكار وحابب كمان يتفوق على حاله يقدر يقوم بهذه المبادره، لانه هذه المبادره اللي قمت فيها انت ما كلفتك شيء، كلفتك شويه حكي راس وريسيرش عملتها وقمت فيها لتقدر توصل للانجاز اللي عملته الليله. مشان هيك بدي اقول لك برافو الي وشكرا لوجودك معنا.